شوي. الحمد لله. قدر ولطف شوي امي. زينب، انت يا زينب يا عيشة بنت يا عيشة، هم راحوا في ايه؟ لا مراتي ولا بنتي في البيت، وابني متصور مع بنات عريانة، صوره متعلقة على الحيطان ومالية الشوارع. ايه اللي بيحصل لك ده يا تمام؟ الموت أرحم 100 مرة من اللي أنا فيه ده. استغفر الله العظيم يا رب. أنا ما أذنبتش للدرجة دي. طول عمري ماشي على الصراط المستقيم. ولما طردته عشان ما أغضبكش. انك هنا يا ابن الكلب يا صايع. ولا جمال ولا بيتر. ايه بس سعيد، شاربين ايه يالا؟ شاربين ايه؟ ايه ده، انتوا بتضربوا حقن؟ حقن ايه يا صايع؟ ما حصلش. ما ده ايه يالا؟ انت يالا يخرب بيوتكم، ايه ده كله؟ انتوا بتموتوا نفسكم يا ابني. استاذ سعيد سيبه نايم شويه وعدي عليه يكون زي. سيبه نايم ايه؟ انتوا شاربين ايه يالا؟ شاربين ايه؟ ولا حاجه، حتى اسال جمال اهو. اسال جمال ايه؟ هو بيتحرك؟ واحد يا جمال، قسما بالله العظيم لو ما قلت لي شاربين ايه لا اسلمكم في الاسم، يضربوا فيكم لغايه ما يبان لكم صح. انت يالا شاربين ايه؟ واخدين طلق. طلق؟ شيشه. ايه طلق دي؟ حقن طلق. بتنام شوية وبعد كده مفيهاش حاجة. حقن طلق يا شمامين يا لمم. ايه ايه في يا سعيد؟ حالي يا بركة، الواد جمال ابني ما بينطقش، هيضيع مني. ولا كمان ولا حالي يا بركة. حالي على ملوك يا شباب، دخلوه على جوه على جوه. ما توديه المستشفى اصلا. ما فيش داعي يا بركة، دي دوخة بسيطة. على مهلك يا حبيبي، نايمه على السرير. بالراحة 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 يا ابني. شكرين يا شباب، ألف شكر. ربنا يخليك يا حبيبي، ألف سلام. إيه يا أسطى ماله الولد؟ هو في إيه يا أسطى؟ الواد ماله؟ الواد بيضرب حقن. يا أعوذ بالله، يا ساتر يا رب، ده الجيل بيطلع شمال ده ولا إيه؟ مش حقن بودرة يا بلبل. أمال إيه؟ حاجة بركة اسمها طلق. حقن الطلق بقت كيف؟ كيف إيه بس؟ ما تقولش كيف، هتخلي الكيف يزعل منك. دي العيال البودرجيه اللي مش لاقيين بياخدوها، حقن الطلق بتاعت الولاد اللي بتحمي الطلق للنسوان. اعمل ايه يا بركه؟ الواد بيضيع مني. شد عليه شويه يا اسطى، انت مدلعه قوي. خايف اشد عليه يا بركه يسيبني ويطفش، ده دماغه جزمه قديمه ويعملها. بقول لك ايه، اجوزه ايه اذا كنت انا مش متجوز؟ ايوه هيتليه يا اسطى صدقني. بصي لو كانت بنت صغيره كده وحلوه هتليه، وهي بالمره تخدمكم بدل ما انتوا قاعدين لوحديكم. تفتكر كده؟ اسمع الكلام بس، جرب مش هتخسر حاجه. الشباب الايام دي عايز السطر صدقني.
بنات الزمن ده أرحم كتير. ده لو كان بنت كنت قطعته بسناني. وهو برضه مش هرحمه بس لما يفوق. طب انا هحسنك في الورشه. هلا بلبل نشرب حجرين. يا الهم ده بقول لك ايه، الواد ده تحبسه 3 4 ايام، البتاع ده ينشف في جسمه واقعد معاه ونكبر ابنك زمله. ماشي يا دكتور برضه. ماشي ماشي يا سناء، هدي عليها زي ما انت عايز يا سناء، اهو دعاك بيتحقق. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. ما انا بقيت طرطور في البيت، طرطور، لمبه محروقه معلقين هزينه، ماشيين على حل شعركم انت وبنتك. كنت فين يا هانم لغايه دلوقتي؟ كنت فين؟ يا اخويا احنا كنا في السوق بنشتري خضار عشان تيجي البيت تلاقي لقمه تاكلها. سوق ايه ولقمه ايه؟ ليكوا عايزين تفكروا في الاكل؟ ما خلاص البيت بقى سايب، ما حدش فيه راجل يحكمه. خش خش جوه يا عيشة. مالك يا اخويا؟ فيك ايه؟ أول مرة أشوفك متعصب عليا بالشكل ده. أنا مزعلانة منك ولا حاجة، بس عايز أعرف في إيه؟ إيه اللي حصل؟ الله، أنت بتعيط؟ كفالة الشر، إيه اللي حصل يا أخويا؟ فيك إيه؟ فهمني. ابنك متصور مع بنات عيالة. ابني؟ وصوره متعلقة على الحيطان في الشوارع. سوي؟ قطع وقطعت سبته. خلاص غيره. ما بقاش شوي. شوقي اللي كان لحمة حمرة وما بينامش إلا بينا أنا وأنتي. ما بقاش شوي. مش هو ده اللي أنا شفته في الصورة. صورة؟ صورة إيه دي؟ إعلانات الشريط الجديد بتاع المطرب اللي صوته حلو، اللي كان بيدن في الجامع بتاع الحارة، والناس كلها تقول الله أكبر ما شاء الله ابن الأستاذ تمام صوته حلو. يا أخويا ما تشيلش في نفسك كده، اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. والله خرنت على دماغه ودماغ أبوه، أنا مش عارف أوري وشي للناس إزاي، ده أنا جاي واخد الحارة كلها جري. يكون حد من أهل الحارة شاف الصورة. عامل إيه يا زينب؟ قولي لي عامل إيه؟ عامل إيه؟ يا أخويا العمل عمل ربنا، ما تشيلش في نفسك قوي كده واهدى شوية. خلينا كده نفكر في كل حاجة بالراحة. راحة؟ هتيجي منين الراحة؟ خلاص ما عادش فيه راحة. أروح أصلي بالناس إزاي؟ أقول لهم إيه؟ أديهم درس في التربية والدين؟ وانا ما عرفتش ارد ابنيكم، ما عرفتش ارد ابنيكم، استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا خلاص مش هروح الجامع تاني، ولو حد سالك من اهل الحاره قولوا له الاستاذ تمام عيان نايم مات. يا اخويا بعد الشر عليك، ما تقولش كده، اهدى بس انت كده ونام لك ساعه، ساعتها تقوم وتفوق وتبقى زي الفل ان شاء الله. انا هقوم احضر لك لقمه. اهدى شويه عشان خاطري. حبنا لك وقت الله العلي العظيم.